عقدت ندوة في محافظة السليمانية حول مشكلات قطاع المواصلات في المحافظة، وكذلك لوضع الحلول العاجلة لحل مشكلات القطاع وبحضور الدوائر ذات العلاقة. عباس محمد والتفاصيل. احتضنت محافظة السليمانية ندوة موسعة لمناقشة مشكلات قطاع المواصلات في الإقليم وفتح قنوات اتصال بين المواطنين والجهات المسؤولة في هذا القطاع، بحضور ممثلين على مديرية مرور محافظة السليمانية والبلديات ومديرية الطرق والجسور، فضلا عن النقابات العمالية. الفكرة من المشروع هو إيصال المواطنين مشاكل يم المواطنين إلى الجهة الحكومية صاحب القرار، حتى يفهم صاحب القرار شنو هو المشكلة في المجتمع وكيف يقدر يحلها وشنو اقتراحات الموجودة يم المواطنين الجدد اللي عندهم هاي المشكلة. احنا في سليمانية سوينا ثلاث مراحل، حددنا ثلاث من أهم المشاكل الموجودة في سليمانية. آخر مشكلة اللي حددناها هو مشكلة المواصلات العامة اللي تقصد بها في سليمانية الحافلات كثرتها. يعني شفنا بعد ما سألنا هواية من المواطنين الموجودين في سليمانية، قالوا احنا عندنا هواي مشاكل مع الحافلات، مثل عدم وجود الجوده داخل الحافلات، التبريد وهيجي، حتى عدم وجود المواقف الخاص بالحافلات، وعدم وجود الطرق خاصه في شوارع خاص للحافلات، وهاي المشاكل كثرتها كان موجود يم المواطنين. فبعدين حكينا ويا الجهه الاداريه في الحكومه، هو كان بديريه المدير المرور السليماني وبلديه السليمانيه والنقابه لاسواق الحافلات في سليمانيه، حكينا وياهم وبعدين سوينا هاي الندوه. الفكره من الندوه حتى يفهم صاحب القرار باختصار شنو هو المشكله، لان بعض الاحوال حتى في دول ديمقراطيه المشكله ما يكون واضحه من صاحب القرار. جمله من القرارات السريعه خرجت بها الندوه كخطوه اوليه لمعالجه مشكلات قطاع المواصلات في السليمانيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. قررنا احنا اليوم الوضع على الخطوط الداخلية مع سليمانية، كشلون مثلا ينقلون مواطنين وتصرفاتهم ويا المواطنين يعني بشكل جيد، هذا واحد. والثاني شيء من وغاد باللي يعني المغرب في سبيل الازدحام راح نبقي سيارات في داخل خطوط الداخلية في نقل المواطنين على مصلحة العامة، بالصيف للساعة بالتسعة، بالشتاء للساعة 8. وثاني شيء احنا طلبنا من الحكومة للمديرية المرور ما سليمانية هو منطي صلاحية الخطوط الخارجية على مود البردات على مود التبريد. فاحنا هسا اليوم طلبنا من عندهم ينطونا مجال على خطوط الداخلية، من اللي ان شاء الله بعد يومين ثلاثة ايام نستقنا وياهم ينطون مجال يستعملون برده خط الداخليه ومن وغادي يشتغلون تبريد داخل خطوطهم. واقترحت مديريه مرور محافظه السليمانيه جمله من المقترحات التي من شانها تحسين وتفعيل قطاع المواصلات في المحافظه عن طريق وضع خطط حكوميه طويله الامد. حلك أويك أو الحل هو عبارة عن إجراءات حكومية، فمثلا يجب سحب جميع الباصات القديمة وتوفير باصات جديدة عن طريق الأقساط الطويلة الأبد، وكذلك يجب أن يكون هنالك مسار آخر للسيارات الكبيرة وتحسين أماكن انتظار الباصات وغيرها من الإصلاحات الحكومية. يلا كاني باص بشوازك الرقم خريطة وكلا برجواندي استعداني شواني هولا شاري استماني عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.